الرعيد المحتلة، حيث تصلكم رائحة خليك ماسك المفتاح. ايوه رجال البادية، الشباب، النساء، الفنانين، الشعراء، الأدباء، كلهم يصورون فلسطين كما كانت قبل 69 عاماً. ما زالت فلسطين بقراها ومدنها منقوشة وهي تنقل من جيل إلى جيل، وكما رأيتم كيف الرجل الشيخ العجوز ينقل المفتاح من يده إلى يد هذا الطفل ليواصل المسير. فنحن إن لم نتمكن في هذا العام، على ثقة العام القادم سنكون إن شاء الله تعالى في القدس وفي يافا وفي حيفا وفي صفد وفي رأس الناقورة إن شاء الله تعالى.